يعني قلقانه شويه من الحل، ازاي احل، ازاي اجاوب الجمل. ناس تانية قالت لي طب ازاي احفظ، انا مش عارف اعمل ايه، يعني اعمل ايه، اكمل على الفيديو ازاي. طبعا نقدر نقسم الكلام، اي كتاب خارجي، اي كتاب هتقدر تلاقي فيه كلمات، احفظ كلماتك، ولازم تحفظ الكلمات دي كتابه. هات ورقه فاضيه كده واقعد اكتب الكلمات مره واثنين وثلاثه عشان تقدر ان انت تبقى جامد جدا في الفرنساوي. طبعا دي لغه يا جماعه، لازم يبقى معاك الفوكابلير بتاعها، كلمات مع شويه القواعد والتعبيرات اللي بتطلع من اللغه ديت، يبقى انت كده هتبقى لامن اللغه بشكل كبير جدا. عشان كده النهارده ان شاء الله هنبدا ازاي نحل. هنتكلم عن كل سؤال في الامتحان، ازاي بنحل كل سؤال، ازاي بنقدر ان احنا نتمكن من الحل وما نقعش في اي جمله او نغلط فيها. ده اللي هنعرفه النهارده، وان شاء الله هنستكمل بقى شروحات. يعني ناس كانت بتتكلم يعني عايزين شرح على السبوره افضل بحيث نفهم اكتر. اوكي انا معاكم ان شاء الله، ولكن النهارده عندنا جزء خاص بالوحده الاولى اللي احنا اشتغلناها وشرحناها المره اللي فاتت. النهارده هنكمل عليها ان شاء الله، ونبدا ان احنا نستعرض شكل الامتحان بعد التغيير اللي حصل في المواصفات كمان بتاعه الورقه الامتحانيه. يبقى احنا كده هنشتغل النهارده ان شاء الله امتحان اخر مواصفات لسنه 2021، المنهج الجديد او الشغل الجديد بتاعك. عايزين نشوف بقى كل سؤال في الامتحان هيتحل ازاي، ونبدا ان احنا نشتغل مع بعض. لو احنا نتكلم مع بعض، هنعمل النهارده اكزامان جنرال، امتحان عام على الوحده الاولى. افتكر معايا يونيتي ا، الوحده الاولانيه كان اسمها الكلوب دو ماكلاس، نادي او شله الفصل بتاعي. تعال نشوف مع بعض كده النهارده ازاي نشوف الورقه الامتحانيه دي ونحلها ونشوف الاسئله جايه ازاي. اول سؤال في الورقه الامتحانيه بالنسبه لك، وكلمتك المره اللي فاتت وقلت لك عندي السؤال بيجي يقول لك كده لي لو دوكيمون، اقرا هذه الوثيقه او اقرا الوثيقه. السؤال الاولاني عندنا اسمه وثيقه، قطعه يعني هتبدا تحل عليها اسئله، احنا بنسميها دوكيمون. المره اللي فاتت عرفتك سو دوكيمون ايه، هذه الوثيقه تكون ايه، ايميل، حوار، محادثه. انا كلمتك المره اللي فاتت، وارجع للفيديو هتلاقي انواع الوثائق اللي انا هشتغل عليها بالنسبه لمنهج اولى ثانوي. اول وثيقه عندك طبعا بالنسبه للسؤال الاولاني بيجي لك قطعتين، مش قطعه واحده، عندك قطعتين، كل قطعه عليها اربع اسئله اختياري، كل سؤال بدرجه، يبقى انا عندي اربع درجات على كل وثيقه، يبقى السؤال الاولاني هيكون 8 درجات. تعال نستطلع مع بعض اول وثيقه النهارده ونشوف ايه اللي موجود. لو انت شفت الفيديو الاول هتعرف الوثيقه دي نوعها ايه على طول، لان انا قلت لك هناك ان اول ما تلاقي دو تحتها على طول ا يبقى من الى، ده ايميل على طول. اول ما تلاقي الشكل اللي قدامك ده، الفورم اللي انت شايفه ده دلوقتي، اول ما تلاقيه هيبقى انت بتتكلم مع ايميل. تعال نشوف الايميل ده بيتكون من ايه. قال لي دو من ليا، يبقى البنت اللي بعت الايميل هي اسمها ليا. ا بيير، ايه ولد اسمه بيير. اوبجي اللي هو نص الموضوع، الموضوع ده بيتكلم عن ايه، الايميل ده عن ايه. قال لي نوفيل، الاخبار، وليست جديده. انا عارف ان هي معناها كصفه، معناها جديد، ولكن دلوقتي هي كاسم دلوقتي، فهيبقى معناها الاخبار او الاحوال. ايه الوثيقه بقى بتقول ايه؟ قالت لي جو مابيل مايور هاني، انا اسمي مايور هاني. جو سوي اون بريميير غاني، انا اكون في سنه اولى، سيكوندير اللي هي ثانوي. جو سوي اوردوني، انا اكون منظمه مرتبه يعني. جيم بارلي، انا بحب اتكلم افيك لي زوتر، مع الاخرين، بحب اتكلم مع الناس يعني. فطبعا هنا هيطلع ادجكتيف مهمه جدا، صفه بمعنى سوسيابل، اجتماعيه، البنت دي بتحب الناس. طبعا ده كله لازم تلاقيه في كلمات الدرس بتاعك او الوحده الاولى. جيم لو روج، انا بحب اللون الاحمر. اي جو نيم با لو جون، ولكن ما بحبش انا اللون الاصفر. جي دو كوبين دو كلاس، انا عندي صديقتين في الفصل يعني، ال سابيل ندى اي نورهان، هما اسمهم ندى ونورهان. ندى اي تيميد، ندى صفه مهمه جدا معايا، خجوله يعني بتتكسف. اليم لو بلو، هي بتحب اللون بلو اللي هو اللون الازرق. اما نورهان بقى اي سوسيابل، تكون اجتماعيه. اليم لو نوار، هي بتحب اللون الاسود. كوم موا، زي، شوف التعبير هنا مهم جدا، التعبير ده يعني هي بتحب اللون الاسود زي بالظبط، تمام؟ يبقى انا اقدر اقول ان نورهان بتحب اللون الاسود، وبرده ميار بتحب اللون الاسود، ولازم تعيش مع الوثيقه وتخلي بالك من الاسماء اللي موجوده، ركز جدا في كل اسم عنده ايه عشان تعرف تجاوب على الاسئله. تعال نشوف الاسئله جايه ازاي. اول سؤال بيقول ميار ا دو، ميار عندها اتنين ايه؟ فوازين، جيران،
نو. سير اخوات؟ لا برضو. فغير اخوات ولاد؟ لا برضو. كما رد طبعا الاجابه ان هما اثنين زملاء ليها يعني. يبقى اول اجابه هتبقى دي. السؤال الثاني بيقول ميار ايه؟ ميار ايه بالنسبه بوجهه نظرك انت على اللي قلته في الوثيقه انا؟ يبقى ميار ايه؟ او ميار دي ديزوردوني تكون غير مرتبه. خلي بالك هنا انا كاتبها فوق اوردوني عشان احور عليك. شوف ازاي هي ديزوردوني يبقى غير مرتبه؟ لا مش تنفع. جورموند اكولا بتاكل كتير؟ لا برضو. هي سوسيابل زي ما قلت لك فوق انها بتتكلم مع الاخرين فهقول عليها سوسيابل اجتماعيه مش هينفع بفرد رغايه. يبقى الاجابه رقم سي. السؤال الثالث نقط ام لونوار الو روج. مين اللي بيحب اللون الاسود واللون الاحمر؟ نرجع للوثيقة، ممكن نرجع للوثيقة برضو ونشوف ايه اللي حصل في الوثيقة. هرجعك تاني كده ووريك. بص كده، اللي بتحب اللون الاحمر والاسود. طب هو قال لي ان ميار بتحب اللون الاحمر اهو، تمام؟ ما قاليش اسود، بس انا قلت تحت ان هي البنت نورهان بتحب اللون الاسود زي ميار. يبقى مين اللي بتحب اللونين مع بعض؟ شفت الكلام بقى؟ شفت الكلام؟ يبقى انا هنا هختار البنت اللي هي ميار لان هي بتحب اللون الاسود وبتحب اللون الاحمر. شفت انا بعمل ايه؟ حلش كده وخلاص، انا برجع للوثيقه واشوف ايه اللي موجود، ايه اللي هيساعدني عشان اقدر اجاوب على السؤال. السؤال الرابع والاخير للوثيقه نقط نو بارلي با بوكو. مين اللي ما بيتكلمش كتير؟ اللي احنا قلنا عليها تيميد، خجوله كانت ندى انا فاكر، كانت خجوله، فطبعا دي معناها ان هي ما بتتكلمش كتير، فاختار ندى. اوكي، دي اول وثيقه يا جماعه، اول سؤال في الامتحان. تاني سؤال في الامتحان وثيقه برضو عليها أربع أسئلة. شوازي أقول لك لي لو دوكومو نفس اللي قلته من شوية، بوي شوازي لا بون ريبونس، ثم أجب على أو اختار الإجابة الصح. تعال نشوف الوثيقة التانية بتقول إيه. الوثيقة بدأت بعنوان بيقول بونجور أتوس، صباح الخير جميعا. أنت ممكن على فكرة تلم أهم الكلمات اللي في المنهج عن طريق الامتحان اللي معاك دلوقتي والله. جي سوي نوفيل أون كلاس، لسه جايب لك نوفيل من شوية وقلت لك معناها أخبار، دلوقتي كصفة معناها جديد. اللعب ازاي؟ جي سوي نوفيل اون كلاس، انا اكون جديده في الفصل. جي مابيل ريتال، جي مابيل ريتال، انا اسمي ريتال. جي كانزون، انا عندي 15 سنه. جابيت اسماعيليه، انا اسكن في اسماعيليه. جي سوي سبورتيف، انا اكون رياضيه، انا بحب الرياضه يعني. يعني بتعملي ايه يا بنتي؟ قالت لي جوجو او تنس، انا بلعب التنس افيك مون بير مع بابوي. خلي بالك من دي عشان عليها سؤال انا عارف. هتلعب التنس مع مين؟ مع بابا. اوكي، بابا مين؟ بابا ريتال. اوكي، جي اون سوبر كوبين فرانسيز، انا عندي صديقه نت فرنسيه، اعرف بنت على النت فرنسيه، اتسابيل كامي، اسمها كامي اللي هو زي كامي عندنا كده. الي سامبا، هي تكون ظريفه رائعه جميله. اي سوغيونت، ومرحه تحب الضحك والهزار وبتاع. جي سوي غورموند، انا بكون مفجوعه، هي بتقول على نفسها كده انها بتاكل كتير. جو بريفير لو بلون، انا افضل اللون الابيض. اي لو روز، واللون الوردي او البني. مي، ولكن مهمه جدا. ايلم لونوار، هي بتحب الاسود. هي مين صاحبتها بقى؟ خلي بالك، شوف انا غدرت بيك ازاي. انا قلت لك انا كاريتال يعني اكولا وبفضل اللون الابيض واللون البامبي، ولكن هي بقى اللي هي اصلا البنت صاحبتها كامي لم لونوار بتحب اللون الاسود. نوزا دوغو الويكند، احنا بنعشق الاجازه او العطله الاسبوعيه. بلس، الى اللقاء ريتال احمد، اسمها كده ريتال احمد. اقف هنا شويه، دايما اتكلم معاك بالنسبه للوحده الاولى كان عندنا ايه؟ قال لك النو والبغينو، الاسم اللقب او اسم الاب بتاعك، والبغينو اللي هو اسم الشخص نفسه. طبعا لما اقول ريتال احمد دلوقتي يبقى ريتال لو بغينو، ده اللي هو البرينو اللقب او الاسم، اسم اسم الشخص نفسه. اما نو، نو ده هنا اسم اللقب او اسم الاب او العيله. تعال نشوف الاسئله جايه ازاي. اول سؤال بيقول لي احمد ايه لو نو دو، لسه بتكلم معاك دلوقتي. احمد ده لقب مين؟ لقب ايه؟ اسم ايه؟ كامي؟ نو. ان ليسي، مدرسه؟ لا لا لا. ريتال، طبعا ريتال نمرو سي اللي هي طبعا باباها يعني. اون فيل يعني مدينه، يبقى خدت رقم سي. الجمله الثانيه قلت ريتال نقط او، يفتكر معايا كانت عندها 15 سنه، فين ال 15 هنا؟ تريز
13 no. cans 15 غلط برضو. says 16 ها ها ايوه cans 15 طبعا هي الاجابه الصح، هي دي اللي كانت موجوده. طيب يبقى السؤال الثاني طبعا قلنا cans اللي هي 15، كانزو 15 سنه، says 16، كاتورز 14. السؤال الثالث بيقول ريتال نقط بوكو، ريتال بتعمل ايه كتير؟ انا قلت لك من شويه البنت قالت ايه، جو سوي غورموند، انا اكوله مفجوعه، يبقى بتعمل ايه كتير؟ تاكل كتير. رير الاولانيه يضحك، يضحك كثيرا، لا مونجي هي دي طبعا الاجابه، تاكل كتير. بارلي تتكلم كتير. بيتي دي يعني بتذاكر او بتدرس كتير. الاجابه الرابعه والسؤال الرابع والاخير، نقط في دو سبور، مين اللي بيمارس رياضه؟ انا عارف ان هي ريتال بس كانت بتعمل الرياضه افيك سون بير، مع باباها. اوكي يبقى مين اللي في اختيارات عندي انا؟ لو بير دو كامي، بابا كاميليا، لا لو بير دو ريتال، فعلا بابا ريتال هو اللي كان بيلعب رياضه معاها، يبقى الاجابه رقم بي. اما لو مير دو ريتال، مامة ريتال، لا طبعا لو فرير دو كامي، اخو كاميليا، طبعا مفيش الكلام ده خالص، يبقى انا اخترت ب. ده اول سؤال يا جماعه في الورقه الامتحانيه، نستعرضه مع بعض اهو. يبقى انت بيجيلك قطعتين، القطعه الاولانيه عليها اربع اختيارات والقطعه الثانيه عليها اربع اختيارات، كده عندي 8 درجات في الورقه الامتحانيه. السؤال الثاني وهو ده اللي حصل فيه تغيير السنه دي، المفروض السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها كان بيجي سؤال اسمه السيتياسيون، كلمتك عنه في الفيديو الاولاني، قلت لك السيتياسيون المواقف، يعني بنتكلم، انت تودع صديقك، انت تحيي صديقك، انت تقدم نفسك لصديقك، انت تشكر صديقك. شوف ازاي بنتكلم بالمواقف. فاللي قبل كده يا جماعه كان بيجي لك الجمله وعليها اربع اختيارات، نختار جمله واحده وخلاص. دلوقتي في تغيير حصل في السيتياسيون في المواقف، زي ما انت شايف العنوان بيقول شوازيسي لي دو ريبونس كوريكت، اختار الاجابتين الصح. قال لا يعني انا هختار اجابتين؟ ايوه يا فندم، انت هتخش على الجمله لها اجابتين صح عندك، والسؤال ده كل واحده بدرجتين، خلي بالك عشان انت عندك جملتين هتختارهم. تعال نشوف في السؤال الاولاني كده ونفهم مع بعض. انا دلوقتي جبت سؤال الاولاني بقول ايه، تو برو كونجي، انت تودع، مهم جدا التعبير، تودع تستاذن تنصرف، دو تي باغو من والديك، تودع والديك هتمشي وتسيبهم يعني. كاسكي تو دي، ماذا انت تقول؟ انا عايزك تخلي بالك جدا وتسال نفسك سؤالين وانت بتحل المواقف، وخلي بالك لكلي دو لا ريبونس، مفتاح الحل، ازاي حل المواقف يا مسيو؟ وهقول لك دور على حاجتين. الحاجه الاولانيه المذكر والمؤنث، يا ترى هوصف صاحبي مذكر ولا انا بتكلم عن بنت مؤنثه، جارتي مؤنثه؟ اخلي بالي انا هوصف ايه او بتكلم على ايه في الجمله، مذكر ولا مؤنث. الحاجة التانية بقى، عايز سؤال ولا عايز إجابة؟ يعني ما أقول لك دلوقتي أنت تودع شخص، أنت تقول، هتقول له إيه؟ مع السلامة، غير ما أقول لك أنت تسأل صديقك، هو يقول لك اصحى الكلام، أنت بتسأله فهو يقول لك إجابة. شوف إزاي بقى أنا أنزل أدور على إجابة، غير ما أقول لك أنت تسأل صديقك ماذا أنت تقول. شوف الفكرة إزاي، أنت بتسأله دلوقتي فانت هتقول له ايه؟ هقول له سؤال. شوف الفكره، اصحى جدا جدا اللي بقول لك عليه عشان ما تتلخبطش. اول سؤال بقول لك انت تستاذن من والديك، ماذا تقول؟ هقول لهم اوغوفوار، الى اللقاء، عادي جدا ينفع جدا، يبقى اول اجابه اخترتها نمرو اه. اوكي طيب تحتها شاو باي باي، تنفع عادي جدا، ايه يعني؟ اما اقول لهم شاو ايه يعني؟ تمام يبقى انا اخترت اه وسي. بص ايه بتقول ايه؟ ميرسي بوكو، شكرا جزيلا، لا طبعا ما ينفعش. بونسوار مي باغو، مساء الخير يا والدي، انا لسه هقول لهم انا مساء الخير، ده انا هسيبهم وامشي، يبقى مش هينفع. اقول لهم اكسكيوزي موا، اعذرني سامحوني معلش، مفيش الكلام ده طبعا خالص، يبقى انا اخترت اه وسي. شفت السؤال عامل ازاي؟ عود نفسك بقى وشوف الدنيا ماشيه ازاي. السؤال الثاني بيقول تو تنفورم، انت تستعلم، مهم جدا الفعل، انت تستعلم سور لاج دي تونامي، عن عمر صديقك، انت بتسال تستعلم عن عمر صديقك. كيسكي تو دي، ماذا انت تقول؟ لما تستعلم هتقول له طبعا سؤال، يبقى انا اي اجابه هموتها، مش عايز اجابات هنا. في اجابه اهي الاخيره خالص نمرو ايه، مش هاخدها خالص دي. كمان سي اجابه مش هاخدها برضو خالص. شفت انا بعمل ايه؟
بستبعد. فاضل لي ثلاثة بس هدور فيهم. أقول له الأولى توناج سيكوا، عمرك ماذا؟ عمرك إيه؟ آه عمرك كام يعني؟ حلوة دي، خدت آه. طيب كيلاجاتو نمرو بي؟ آه طبعًا عمرك كام سنة؟ حلوة. لكن بص اللي تحتها كيلاجالا، كم عمرها؟ هي مين؟ هي مين عمرها مين؟ أنا بقول له هو قدامي كده، بكلمه قدامي، فأقول له أنت عندك كام سنة؟ شفت الفكرة إزاي؟ يبقى خدت نمرو آه وبي. أوكي؟ السؤال الثالث، عندك أربع جمل في السؤال ده، كل واحد باثنين، يبقى عندي 8 درجات للسؤال ده. السؤال الثالث بيقول تونامي تو ديموند توني تا دو سونتي، صاحبك بيسألك عن حالتك الصحية. مهمة جدا الجملة، حالتك الصحية. كيسكي تو دي؟ هو بيسألك، خلي بالك أنا قلت لك تونامي تو ديموند، صاحبك هو اللي إيه؟ بيسألك. فأنت تقول له، هقول له إجابة طبعا، يبقى أي سؤال إيه؟ هموته. حلو الكلام؟ طبعا عندي اسئله هنا مفيش ولا سؤال يا فقري، يبقى عندك اجابات كلها. تبدا تقرا كل جمله وتحددها بقى. انا دلوقتي هو بيسالني عن حالتي الصحيه، انت عامل ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له الاولانيه طبعا كوم سي كوم سا، كوم سي كوم سا يعني شويه كده وشويه كده، ماشي الحال، تمام، تنفع دي. جوما بن سفيان، مش اقول له انا اسمي سفيان طبعا. جي كانزو، انا عندي 15 سنه، ما قلتلكش عمرك كام. تغيبيا، كويس جدا، اه ينفع ارد عليك، انت عامل ايه؟ كويس جدا، حلوه اهي، يبقى خدت بيه. اما الاخيره جي سوي سوسيابل، انا اكون اجتماعي، مش هتنفع معايا بالمره، يبقى اخترت اه واخترت بي. السؤال الرابع والاخير، تو ديكري لي كاركتير، هكلمك كده يعني عشان اسهل عليك شويه. تو ديكري، تو ديكري لو كاركتير، تو ديكري مهم جدا، انت تصف لي كاركتير، كاركتر يا جماعه شخصيه، تصف شخصية أو مميزات أو صفات ديتونامي صديقك، أنت بتوصف صفات صديقك. خلي بالك الصفات دي يعني أقول له ده أكول، رغاي، مضحك، مرح، شفت إزاي؟ ما أقولوش عنده كام سنة، ما أقولوش هو طويل، مش كده، أنا بسأل عن الصفة، الصفة بتاعته، شخصيته إيه، تمام؟ طيب أقول له إيه؟ طبعًا الأولى إلي تيميد، إي تون سوسيابل، هو خجول وغير اجتماعي. خلي بالك اون سوسيابل غير اجتماعي، تنفع على فكره لما اوصف المميزات بتاعته وصفاته، هينفع اقول دي، تمام. بي اليتني اليني اليني لو 18 اكتوبر، هو اتولد 18 اكتوبر، مش هينفع طبعا، ده مش وصف الصفه، مش الشخصيه خالص. سي الا دي سيتو، هو عنده 17 سنه، برده مش هينفع خالص، مش بتكلم عن العمر. السابيل جو، هو اسمه جو، برده مش موضوعي. اما الاخيره طبعا دي اللي هي تحت هنا اللي سوغيون، هو مرح، اي سوسيابل واجتماعي، تنفع اجابه هنا. يبقى انا خدت اه وخدت دي. شفت الموضوع؟ شفت السؤال الثاني؟ انا عايز ادربك على الحل، عشان انا عايزك من هنا بعد ما يعني تفهم كل الشروحات اللي بنشرحها وتبدا تركز مع الفيديو ده وهو مواصفات الامتحان وكل سؤال بيتحل ازاي، هتمسك اي امتحان في الدنيا ان شاء الله ببركه ربنا تقدر تحله باذن الله. لكن هنقصك حاجة واحدة بس ركز عليها جدا، الكلمات، احفظ كلمات على قد ما تقدر، ماشي؟ يعني مفيش أي مشكلة، عايزين ننزل لكم فايل للكلمات على الفيديو عادي جدا، كلموني وأنا معاكم، مفيش أي مشكلة، المهم إن احنا نلم الدنيا ونبقى تمام جدا إن شاء الله. السؤال الثالث في الورقة الامتحانية، طبعا سؤال أهم سؤال بالنسبة لي بحبه جدا، سؤال الجرامير، القواعد بقى، الشغل العالي بقى اللي أنت فهمته، تمام؟ طيب تعالى نستطلع كده السؤال مع بعض لغايه ما ان شاء الله ما نكمل شروحات برضو للقواعد دي ونظبطها مع بعض. اول سؤال بيقول لي ساندي ايه نسرين؟ ساندي ونسرين، حلو، اعتبرهم الضمير ايه؟ ساندي ونسرين دول يبقى هما الى إيه فيك اس، تمام. سيز 16 سيزون اي دي مي، حلوه دي، 16 سنه ونص. طيب بالله عليك انا عامل عليك غدر جامد قوي في الموضوع ده، انت قلت لي دلوقتي يا مسيو ان ساندي ونسرين هيساوي الضمير ال الجمع، طب انا جايب لك كل الاختيارات مع ال الجمع، طب هتعمل ايه بقى؟ تبدا تترجم العربي كل سوق كل جمله معناها ايه وشوف اللي ينفع معايا. العربي بيتكلم، لما اقول ساندي ونسرين 16 سنه ونص، يبقى سون يكونوا، لا او طبعا يمتلكوا 16 سنه ونص، مش هينفع ادور يعشقوا 16 سنه ونص، ولا ام بيحبوا 16 سنه، المعنى العربي بيتكلم، يعني ترجم الجمله عشان تقدر تحل. اوكي، الجمله الثانيه بقول رامي نقط انامي دوليسي، انامي دوليسي
صديق مدرسة. أنا طبعا بقدمه بقول رامي ده يا جماعة ده صاحبي في المدرسة. أقول إيه؟ الأولانية سو هذا ما ينفعش، دي لازم يجي بعدها في البيتر. تمام؟ فواسي تانية كويسة جدا، ها هو صديق الفصل، حلوة دي كويسة جدا. دي خلي بالك معناها ها هو أو ها هي، تنفع مفرد وتنفع جمع كمان في نفس الوقت. سوسو هؤلاء يكونوا طبعا مش تنفع خالص. ايه اللي هو فين الفعل بتاع الجمله؟ ما ينفعش ايه لوحدها، لازم فعل الجمله. عودتك انا من المره اللي فاتت قلت لك الجمله فاعل وفعل، اوكي؟ يبقى خدت بيه. نمرو 3 السؤال الثالث، سي اللي بقول لك عليها من شويه، سي تان كامراد انه زميل. طبعا مذكر، اوكي؟ طيب كل الكلمات اللي في اختيارات اخرها مؤنث يعني، تخيل. بس اكيد هتطلع واحده منهم تنفع الاثنين، مذكر ومؤنث في نفس الوقت. طب مين هي بقى؟ تيمد، هي دي فعلا تنفع معايا، خجول وخجوله، هي اصلا فيها ايه في الاساس، فمش هزود لها حاجه في المؤنث. اما ايديوت حمقاء او غبيه مؤنثه فيها ايه على فكره زياده. سوريونت برضو فيها ايه زياده. بافارد برضو فيها ايه زياده، رغايه يعني، اوكي؟ يبقى اخذت نمرو السؤال الرابع، لا كولور بريفيري، اللون المفضل، سي نقط نوار. طبعا جميع الالوان اذا استخدمت كاسم تتبع بادوات المعرفه. طب انهي واحده بقى؟ المفرد مذكر. جميع الالوان اذا استخدمت كاسم هتصبح معاك مفرد مذكر، اوكي؟ يبقى الاولى لو، لو نوار. نمرو 5، جو نقط اما في، باردون، اما فامي، انا مش عارف ايه الى عيلتي. طيب يا ترى الفعل الغريب ده جايبه لك انا عشان اعرفك حاجه مهمه، في فرق كبير جدا بين بريزونت يقدم غير ما اقول سوبغوزونت اللي هو يقدم نفسه. شوف بقى، برضه هرجع تاني اقول لك ايه، العربي بيتكلم، ركز مع الجمله دي هتخلص معاك نص المشوار. العربي بيتكلم يعني ايه يا مسيو؟ يعني قول لي دلوقتي انا اقدم الى عيلتي. طب ايه المعنى هنا؟ لا، انا بقدم نفسي لعيلتي. شوف الفكره ازاي. يبقى انا عايز فعل ذو ضميرين هنا دلوقتي، زي فيرب صبي ليه بتاع المره اللي فاتت اللي هو يدعى او يسمى. طبعا الجو مو على طول، لازم جو مبغزونت، انا اقدم نفسي الى عائلتي. تمام، وليكن مثلا يبقى ايه، انا بقدم نفسي بتكلم واقول انا فلان الفلاني وعندي كذا سنه وبحب كذا. شفت الفكره ازاي؟ يبقى خدت نمرو سي. السؤال 6، نقط اكتيفيتي، تو في اكتيفيتي مهمه جدا بمعنى نشاط، ولكن هي هنا دلوقتي جمع عشان فيها اس الجمع، بس جمع مذكر ولا جمع مؤنث بقى؟ حفظك هيقول لك، انا حافظها كده، ان اكتيفيتي نشاط مؤنث، يبقى دور على الجمع مؤنث. الاولى مفرد مذكر، خلي بالك دي ادوات استفهام هشرحها لك ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله، الاستفهام والتانيث كمان باذن الله. عندنا كلمة الاولى مفرد مذكر، كلمة الثانيه مفرد مؤنث، كلمة الثالثه جمع مذكر، كلمة الاخيره هي دي اللي جمع مؤنث، اخترتها على طول طبعا عشان اكتيفيتي نشاط جمع مؤنث. جمله 7، نقط تون كوبا ايه، صديقك يكون ايه بقى؟ اجاب عليا وقال لي الي جينيال، هو عبقري ذكي. يبقى السؤال عن ايه بالله عليك؟ عن كيفيه، شكله عامل ايه، هو عامل ايه، كيف يكون صديقك؟ قال لي هو يكون رائع. فين كيف هنا في دول؟ اقول لك تمهيدا للفيديو الجاي، كو الاولانيه ما او ماذا، كي الثانيه من للعاقل، كومون كيف او تسال عن الاسم بمعنى ما، او يعني اين. طبعا هاخد نمرو سي، كومون كيف. يبقى دي 7 درجات للجرامير، دي ثالث سؤال في الورقه الامتحانيه. السؤال اللي بعد كده اللي هو قبل الاخير عباره عن ايميل. ايه ايميل؟ باجي اقول لك كده ريبوند اسوميل، جاوب على هذا الايميل بار تروا فراز كومبليت، بثلاث جمل كامله. يعني ايه يا مسيو ثلاث جمل كامله؟ يعني كل جمله تكون تحتوي على فاعل وفعل، جمله كامله، ماشي؟ تعال نستعرض مع بعض، بيجيب لك ثلاث اسئله تبدا تجاوب عليهم كل سؤال بجمله لوحده. ان شاء الله برضو زي ما قلت لك تمهيدا للي جاي هشرح لك الاستفهام كله باذن الله. تعال بس نجرب مع بعض الايميل ده. اول سؤال بيقول لي كومون سابيل تون امي فرانسيز، ما اسم صديقتك الفرنسيه؟ قلت له هنا السابيل مريم، هي اسمها مريم.
السؤال الثاني، كيلت سون سيكاليتي، ما هي مميزاتها؟ مميزاتها ايه؟ خلي بالك في فرق بين مميزات وعيوب. اوكي، كاليتي اللي هي الميزه بتاعتها، ما اروحش اقول له ايه بافارد يا رغايه، انا بقول لك الميزه بتاعتها، خليك ذكي. اوكي، قلت له مثلا الي تيميد اي سامبا، هي خجوله وظريفه. السؤال الثالث، ولا بيت اين هي تسكن؟ قلت له مثلا الا بيت اوكير، هي تسكن في القاهره. يبقى السؤال الايميل عباره عن ثلاث اسئله، انت بتجاوب عليهم كل سؤال بجمله زي ما انت شايف. السؤال الاخير في الامتحان اللي انا بعمله زي الباراجراف بتاع الانجليش، الموضوع اللي هو بيجي تحت انشائي، سؤال مقالي، تقدر تكتب انت جمل وكده. عندي في الفرنسي بقول لك كده الكغي دو كانز افانو، تبدا تكتب من 15 ل 20 كلمه دون سو سوجي، في هذا الموضوع، يعني يتراوح كده الاربع خمس جمل، يعني في اربع خمس جمل تقدر ان انت تعمل موضوع. جايب لك موضوع هنا بقول ايه، ديكري تا نوفيل سيبركوبين، ديكري اوسف تا نوفيل سيبركوبين صديقة النت الجديدة، اصحى للكلام واعرف انا هوصف مين، مذكر ولا مؤنث، لان انا دلوقتي عايزك مؤنث والله، لو انت كتبت لي كل الجمل مذكر هديك صفر من اربعه، تخيل، لان انت ما اديتنيش اللي انا عايزه، انا عايز اوصف صديقه مؤنثه. اوكي، وبدلك ثلاث كلمات تستخدمهم، مثلا اج العمر، عمرها ايه، فوت عيبها ايه، العيوب بتاعتها ايمي بتحب ايه. عامل لك موضوع بسيط جدا، قلت جي اون سوبر كوبين، انا عندي اون سيبر كوبين صديقه نت، ات سابل سولين، هي اسمها سيلين، الا سيزون، هي عندها 16 سنه، الي بافارد اي سوسيابل، هي رغايه واجتماعيه، جبت له ميزه وجبت له عيب، الم لو روج، هي بتحب اللون الاحمر. زود بقى براحتك بقى، عندك جمل كتير جدا تقدر تتكلم معاها كتير، ممكن اقول له هي بتحب الاخضر، بتكره الاسود، هي بتحب كره القدم، ما بتحبش التنس، عيش بقى، اكتب جمل زي ما انت عايز براحتك، ده موضوعك انت وحوارك انت، عيش، ما تضيعش جمله من الاربعه او درجه من الاربع درجات بتوعك، تمام؟ يبقى اخر سؤال عندي في الورقه الامتحانيه هو الموضوع زي ما انت شايف كده. يبقى احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده، وخلص معانا الامتحان اللي هو مواصفات، اخر مواصفات الورقه الامتحانيه، هو ده الشكل اللي انت هتشوفه دايما في اي امتحان هتشوفه على مدار السنه دي ان شاء الله. كل اللي بطلبه منك حفظ كلمات بقى، مع اللي احنا بنعمله ده هتلاقي الدنيا بتتلم معاك كويس جدا. ابسط الامور يا اخي، امسك الفيديو اللي معاك دلوقتي، احفظ كل كلمه موجوده فيه، انا ترجمت لك كل كلمه موجوده عندك، الكلمات دي طلعها واحفظها وظبط الدنيا، او حاول تستعين باي كتاب خارجي ان انت ايه تحاول تحفظ كلمات كتير على قد ما تقدر، وربنا يكرمك، وانا معاك ان شاء الله زي ما اتفقنا، ومكملين السنه ومكملين الدنيا، وزي ما احنا بنشرح كده واحده واحده، احنا خلصنا كده الوحده الاولى كامله، فاضل لك معايا جزء جرامير، شرح الاستفهام وشرح قاعده التانيث، وبكده هيبقى خلصنا نص المنهج في الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي، وان شاء الله مكملين برضو لغايه ما نخلص الترم كله باذن الله على خير. ربنا يكرمكم، بتمنى لكم التوفيق، حاولوا تكونوا دايما شغالين على الفرنساوي لان هو بيتنسي بسرعه جدا، فحاول دايما تبقى شغال، واحنا مع بعض تحت امركم في اي حاجه، التوفيق يا حبايبي ان شاء الله. كان معكم مسيو احمد الصغير على قناه الوفد التعليميه، au revoir.